إنما أنت له عبد فكون جعيلا في القرب منه ولعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في 27 رمضان، نفتش عن الأعمال التي تضيء لنا الطريق ونرى أثرها في قبرنا ويوم نلقى ربنا. منها الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني إذا الإنسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام المرة الواحدة فيكتبها الله له عشرة، ويأخذ أجر من صلى عشر مرات. كم فضل الله علينا وكم نسينا فضل الله علينا. يقول ابن عطاء رحمه الله: من فاته كثرة الصيام والقيام، مر رمضان انتهينا بالعمل والآن آخر يوم 27 رمضان ماذا نفعل؟ قال: فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليشغل نفسه بكثرة الصلاة على سيد الرسل وسيد الأنبياء وإمام المرسلين. فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات ثم صلى عليك الله صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته من صالحات في عمرك كله. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، نحن اليوم بالوداع ونهاية رمضان، وأمامنا غدا فرحة العيد، فلنستعمل عقولنا وتكن فرحتنا بقبول أعمالنا عند الله عز وجل، ولتكن الفرحة الحقيقية عندما نلقى ربنا وهو راض عنا إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمكم جميعا بالقبول والرضا، وأن تلقون ربكم وهو راض عنكم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إنما أنت له عبد فكن.